توقعت وكالة فيتش زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصل إلى 943 مليار و400 مليون دولار في عام 2030. أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن الوكالة توقعت أيضا زيادة حجم الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 35% مقارنة بعام 2020، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة بنسبة 21% ومعدل البطالة بنحو 2%، أيضا معدل التضخم بقيمة 3%. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواتفي أستاذ الاقتصاد. بعد التحية لك دكتور محمد، إذن وكالة فيتش يعني توقعاتها كلها إيجابية فيما يتعلق بحالة الاقتصاد المصري، توقعت أنه الناتج المحلي هيزيد بنسبة أو هيزيد ليصل إلى 943 مليار و400 مليون دولار في عام 2030، ده طبعا غير توقعات الاحتياطيات الأجنبية اللي هتزيد، نسبة البطالة اللي هتقل، انخفاض عجز الموازنة. يعني إلى ما ترجع كل هذه التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري؟ تحياتي لسيادتك يا فندم والسادة المشاهدين. ده ما يقول لي الوكالات العالمية بتشير بالاقتصاد المصري ليس أول إشادة، بيقول لي إن هناك تحسن. طالما هناك زيادة في معدل الناتج المحلي يبقى هناك زيادة في تحسن في قطاع الإنتاج، سواء في قطاع السياحة أو قطاع التجارة أو قطاع الخدمات، وبالتالي في هذه الحالة ده بيجي نتيجة طبيعية لما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات السابقة الأربعة أو الخمسة السابقة من خلال ضخ كميات كبيرة من الإنفاق العام لتحسين وتطوير القطاعات الإنتاجية، سواء القطاعات الإنتاجية الحكومية أو القطاعات الإنتاجية الخاصة. وبالتالي كمان إن هو سمحت الحكومة ودعمت القطاع الخاص، فالقطاع الخاص النهاردة بيساهم في التنمية بشكل كبير، وبالتالي أصبح هناك مساهمات موجودة سواء في المشروعات القومية أو في المشروعات الخاصة. الأمر الثالث والأهم من ذلك أن كمان تحسن السياحة في السوق المصرية وتحسن الإنتاج وتحسن كل القطاعات، هناك تعافي، حركة تعافي في مجالات الاقتصاد الوطني بتأكد لنا أن هناك مؤشرات إيجابية، وده ينعكس على مجموعة المؤشرات الكلية اللي هو ذكرها في التقرير واللي احنا دايما بنتكلم عليها. اولا ان معدل البطاله النهارده انخفض لاقل نسبه موجوده خلال العشر سنوات السابقه، وبالتالي اصبح الامر جيد جدا. معدل التضخم كمان انخفض واصبح في حدود مسموح بها وجيده وسيطرت عليها. كمان استطاعت الدوله المصريه من خلال معالجه الدين انها تصل الى اقل مستوى موجود لها في خلال ال 30 سنه اللي فاتت بالنسبه للناتج المحلي. الامر الاهم من ذلك هو ارتفاع نسبة الاحتياط النقدي في داخل الدولة المصرية النهارده إلى 43 أو 42.5، وهناك توقعات في 30-35%، يعني هنبقى تقريبا في حدود 51 مليار دولار. كل هذه العوامل بتأكد صحة الاقتصاد الوطني وصحة المنظومة أو إدارة المشاكل الاقتصادية ومواجهتها. والحقيقة الدولة المصرية استطاعت أن تواجه المشاكل الاقتصادية من الجذور، وبالتالي هناك نتائج واصبح النهارده نموذج مصري جيد في الاصلاح الاقتصادي. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه الحقيقه ينعكس ذلك على سلوك المواطن وما جاء به. فضلا عن ذلك حتى بعد مواجهه كورونا او جائحه كورونا اللي اتاحت العالم كله، فالدوله المصريه الحقيقه هي اقل الدول تاثرا في المنطقه باعتبار انها اتبعت سياسات رشيده وسياسات وقائيه. كانت هذه السياسات الوقائيه هي العلاج اللي استطاعت به الدولة تحقق معدلات نمو النهاردة في حدود 3.8، ومتوقع إن شاء الله نكون خلال 4.8 في العام القادم. هذا مش بس كده، يعني أثناء شدة الجائحة على اقتصادات العالم كله يا دكتور محمد كانت مصر من الدول القلائل اللي حققت معدل نمو بالإيجاب. الحقيقة ده حاجة جميلة جدا، لكن أيضا هناك في تحسن المستقبل، هناك في تطوير في الخدمات التعليمية والخدمات الصحية، وفي طفرة كبيرة جدا. هذا يؤكد إيه؟ يؤكد أن الدولة المصرية تعتمد في بناء الاستراتيجي لها على بناء رأس المال البشري، وبالتالي ما يحدث من خلال تطوير رأس المال أو باعتبارها تمتلك أكبر مخزون من البشر في المنطقة حتى يمكن استخدامه. وده واضح في عدة حاجات الحقيقة
لما يقول لي معدل البطاله انخفض يبقى معنى ذلك معدل التوظيف ارتفع، لما يقول لي معدل الدخل الانتاج زاد، معدل الناتج المحلي زاد، معناها ان هناك ضخ في قطاعات الانتاج. هذا الامر يقول لي ان هنا ايه؟ ان الرؤيه المصريه عندما ارادت الدوله المصريه ان تغير هيكل الاقتصاد من اقتصاد معتمد على موارد طبيعيه الى اقتصاد تخليقي، بدا ذلك في مجموع الصناعات ومجموع حضرتك النهارده في مجموع الصناعات والمصانع اللي بتفتح، وفي مجال الزراعه وفي مجال السياحه وفي مجال الصيد، كل هذه والصوب الصناعيه وغيره، كل ده انعكس الحقيقه في ارقام، لان الاقتصاد الحقيقه مش كلام، الاقتصاد بيجي ارقام، والارقام لما تجينا من جهات خارجيه، هذه الجهات الخارجيه بتبقى محايده وقايمه دراسات كبيره. الامر الاهم من ذلك بقى ان هو هناك الدوله المصريه قدرت تتحكم في بعدين، البعد الاول بعد الانفاق العام، واستطاعت ان ترشد الانفاق العام في الجهاز الحكومي بشكل كبير جدا وتضع ضوابط، وده كان منعكس في مكافحه الفساد ومكافحه الجرائم الموجوده الماليه، وده جه من خلال تطوير هيكل الاقتصاد المصري او الدوله من خلال التسديدات والمدفوعات الالكترونيه والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في هذا الامر. الامر الاهم من ذلك كمان ان البنوك النهارده اصبحت تدخل في الاقتصاد المصري بشكل جيد، واصبح لها دور السياسات النقديه النهارده، واصبحت داعمه للصناعات من خلال الائتمان او من خلال جذب الادخار او غيره، كل ده انعكس النهارده الدوله المصريه تتعامل في اقتصاد كلي كامل في تكامل بين القطاعات المختلفه، وفي هناك هذا التكامل اعطى للدوله المصريه ان هناك تحسن في كافه المجالات، انعكس هذا التحسن على المؤشرات الكليه لدرجه النهارده يعتبر الاقتصاد المصري ضمن ان شاء الله هناك مؤشرات تؤكد ان الاقتصاد المصري من ضمن الاقتصاديات المتقدمه في 2030، وتؤكد ان الدوله المصريه في هذا المجال تستطيع ان تكون نمرا اقتصاديا حقيقيا وتجربه جيده يمكن ان يحتذى بها العالم. جميل جدا، كيف انعكس برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر على هذه المؤشرات اللي احنا بنتحدث عنها يا دكتور محمد؟ شوف يا فندم، انعكس البرنامج على مؤشرات كبيره، حضرتك لما يجي يقول لي معدل الدين انخفض، معنى ذلك ان انا دلوقتي اصبح في تمويل داخلي، ما بقاش في تمويل خارجي، وبالتالي في هذه الحاله اصبح النهارده الدوله قادره على توليد دخول من مواردها الذاتيه بدات موجوده، اما يقول لي ان هناك معدل البطاله انخفض، يقول لي هناك مشروعات، واكثر هذه المشروعات هو المشروعات القوميه، حضرتك الدوله النهارده صرف اكثر من 6 تريليون جنيه على مشروعات استثماريه، وبالتالي قدرت توظف اكثر من 6 مليون فرصه عمل من مشروعات قوميه موجوده، هذه المشروعات القوميه رفعت معدلات الدوله سواء في الطرق، سواء في السياحه، سواء في غيره. الامر الثاني كمان التطوير اللي حصل في التعليم، ايضا هناك حصل تحسن في مستوى الدوله على مستوى التعليم، وده واضح جدا في مستوى ما حققته الجامعات المصريه بالنسبه للاخرين. الامر الثالث كمان انعكس ذلك من خلال المبادرات التي قام بها الرئيس والتي اعطاها للدوله، قام بها الرئيس وقامت بها جلسه الدوله المصريه، انعكس ذلك على الصحه، هناك اكثر من مبادره اعطاها الرئيس للصحه، وده انعكس على صحه المواطن من خلال رفع مستوى العمر بالنسبه له، ومن خلال الحاله الصحيه، ومن خلال مواجهه كورونا، كل هذه العوامل كمان انعكس على الزراعه، النهارده حضرتك الدوله المصريه استطاعت ان تضيف اكثر من مليون فدان خلال الاربع سنوات السابقه، وده انعكس على ان توافر السلع اللي موجوده الزراعيه الموجوده من خلال انتاج الصوب او غيره، كمان انعكس على الصيد والبحار اللي موجوده في هذه الحاله، واصبح عندنا صناعات بحريه او انتاج صيد موجود مصري موجود بيقدم فيه. انعكس ذلك كمان على تطوير قطاع الاعمال العام، والحقيقه كان قطاع الاعمال العام عبء ثقيل على الدوله المصريه، كانت تتحمل خسائر كثيره جدا، هناك برامج تمت وكان حاجات كثيره تمت فيه، ده انعكس على ايه؟ ان هناك مجموعه من الشركات دلوقتي بتحقق ارباح، بلاش تحقق ارباح عاليه، لكن على الاقل اوقفت الخسائر واصبحت تحقق معدلات ارباح معقوله، وكمان هناك تحويل، واصبح النهارده هذه الشركات ممكن ان تباع في البورصه او غيره، كل هذه ايرادات في الدوله كمان انعكس في كافه مجالات الدوله النهارده في كل الحالات. النهارده التنميه، المؤشرات التنميه النهارده لما حضرتك تقراها
وتقارن 2021 ب 2011 او 2021 بما قبلها تجد ان هناك جهدا كبيرا مصريا تم، لكن هناك مشكله في الدوله المصريه اللي هو يجب ان نواجهها عشان المواطن يشعر بذلك، وهو السكان. معدل نمو السكان هنا الحقيقه برضه مؤشر خطر على التنميه باعتبار انه يلتهم هذا، بالرغم من ان في مشروعات يوميه وبالرغم ان في مشروعات كثيره، لكن معدل السكان بيلتهم، لان احنا عندنا النهارده تقريبا 2.25 مليون بينزلوا مولود سنويا، وده بيحتاج لوظائف وبيحتاج لمدرسه وبيحتاج لتعليم وبيحتاج، فيمثل انفاق عالي. فيجب ان يكون هناك بجانب هذه التنميه يجب ان تواجه الدوله المصريه مشكله السكان، وهذه مشكله كما انها كانت هناك تكامل بين المؤسسات ككل في تحقيق الانتاج في تحقيق الاقتصاد والنمو، يجب ان ايضا ان يكون هناك تكامل بين المؤسسات المصريه ككل حتى تواجه مشكله السكانيه، لان في هذه الحاله حتى يشعر المواطن وحتى تستطيع الدوله المصريه ان تقفز القفزه المعهوده والمطلوبه بالنسبه لها، لان مصر تستحق من ذلك، لكن يجب ان نذلل هذه العقبات. الامر الاهم من ذلك هو ان يكون هناك تغيير ثقافه العمل عند الكل الجميع بحيث تصبح العمل هو الاساس في داخل الدوله المصريه. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواتفي استاذ الاقتصاد.